وسماح بترجع امتى من المبغة؟ بتنزل يا حبة عيني من صباحية ربنا، ترجع اخر الليل من المدغة مدغدغة. جدع البت دي بصراحة بقى، أجدع من أخوكي مليون مرة. أما أنت يا ماما لما بتقلبي على حد بتبقى في الحق ولا بتجني على حد؟ بصراحة في الحق. أيوة كده. في إيه يا عم عبد؟ جاوب الست نور. ماشي يا عم. جاوب ليك يا ست نور. جاوب لي أنا؟ من مين؟ ده من البنك يا ماما. ايه ده؟ في ايه؟ ده كشف حساب باسمي. اكيد المال الحرام اللي اخوكي حاطه في حسابنا في البنك عايز يأمن دنيتنا ويخسرنا اخرتنا. يا نهار ابيض. في ايه يا بنتي؟ وقعت يا قلبي. في مليون جنيه مسحوبين من حسابي. مليون جنيه؟ انسحبتيهم؟ ابدا والله يا ماما، ده انا حتى مش حطاهم في دماغي. امال مين اللي سحبهم؟ يبقى اكيد رؤوف. رؤوف؟ ورؤوف سحبهم ليه يا فوضى؟ اصل انا يا ماما عملت له توكيل. عملتي له ايه؟ توكيل؟ يا خيبتك القوية! انت ازاي يا استاذ تسحب من حساب بنتي اللي في البنك من غير ما تعرفها؟ اولا دي مراتي، يعني فلوسها فلوسي بالظبط. ثانيا بقى هي عامله لي توكيل. يعني انت فعلا سحبت فلوس؟ ايوه سحبت فلوس، ولا هكدب ليه يعني؟ بس انت كدبت عليا، فهمتني انك هترهن الشقه، عشان كده انا عملت لك توكيل عام. اعمل لك ايه يعني؟ ما انت لا كنت عايزه تقتنعي ولا تفتحي مخك. تقتنع؟ تقتنع بايه؟ يا استاذ الجامعه، يا مربي الاجيال، انت تعمل كده؟ حياتك يا طنط بقى، ما تفكرنيش بالتاريخ الاسود ده. يا شيخ اسود على دماغك، اخسى عليك. انا لو كنت اعرف كده ما كنتش جوزتك بنتي. هو انا عملت ايه لكل ده؟ الفلوس دي انا استلفتها عشان ابدا بيها المشروع بتاعي. اول ما المشروع بتاعي يجيب فلوس هبقى ارجعه. هو انا يعني هاكل حق مراتي وامتني وابنك اللي جاي؟ هتاكله مال حرام؟ وايه الحرام في كده؟ الفلوس دي انا استلفتها منها وهتعب واشتغل عشان اردهم. فين بقى الحرام ده؟ بس انت عارف ومتاكد ان اصل الفلوس دي جايه من طريق مش حلال. وانا مالي؟ افرضي دلوقتي ان انا مصاحب واحد حرام، والحرامي ده قرر يسلفني فلوس وانا مزنوق، يبقى الفلوس اللي خدتها منه دي حرام؟ دي فلوسه هو، وهو اللي مديها لي. ايوه اديك انت اللي قلت اهو، هو اللي اديها لك من غير ما تتحايل عليه. انت بقى عملت مع بنتي غير كده خالص، قعدت تلف وتدور لغايه ما خدت مرادك. ماشي يا طنط، هنبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده بعدين. يلا نور عشان اروح بيتنا. طلقني. اتجننتي؟ تبقى مجنونه لو قعدت معاك ثانيه واحده. يا حاجه خليكي محضر خير. انت غشتني وخدعتني، ازاي عايزني اعيش معاك بعد كل اللي عملته؟ يا نور الغلط مردود، وقلت لك فلوسك هرجعها لك مش هاكلها عليك. انت ازاي عايزه تصدقها بعد ما ضحكت عليها وخدت كل فلوسها؟ يا حماتي ارجوكي ما تشعللهاش. انت اللي شعللتها وعايز تحط ايدك في النار وتحطنا معاك. نوره تعالي يا حبيبتي نروح نكمل خناقتنا في بيتنا واحنا بابنا مقفول علينا. فتحت باب مش هيتقفل ابدا، ولا فاكرها خناقه وهتروح لحالها. انا لا يمكن اروح معاك عشان تاكلني من حرام. تاني هتقولي حرام؟ تاني وتالت وقلب. بص يا رؤوف، انا حبيتك ورضيت اتجوزك عشان حسيت انك انسان محترم هتصوني وتحطني في عينيك، لكن للاسف طلعت عكس الصوره اللي رسمتها لك. صدمتني فيك. مش انت بس اللي صدمتي فيا، انا كمان اتصدمت في نفسي. خلاص يا ابني، طالما انت اصطدمت في نفسك وحاسس بغلطتك، رجع الفلوس دي وتوب الى ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تصاب بلعنه الفلوس. مفيش فلوس هترجع. انا ما صدقت بقى معايا راس مال عشان ابدا مشروعي. انا عشت محروم من الحلم ده ومسجون في الروتين بتاع التدريس. اكتشفت اخيرا ان ضيعت عمري كله في شويه نظريات على ورق. ما دخلتش الحياه العمليه عشان اللي معاهم راس مال مش محترفين بافكاري. غير بقى شوية العيال اللي دربتهم وعلمتهم لحد ما بقوا من أكبر رجال الأعمال، وآخرتها يجيبوني أشتغل عندهم بشوية ملاليب. هي دي صدمتي الحقيقية يا نور، عشان كده أنا لازم أتغير. حتى لو هتسرق حق مش حقك؟ أسرق حق وأبقى قوي بدل ما أفضل ضعيف وما أخدش حقي. خسارة كل لحظة حبيتك فيها. استنى يا نور، رايحة فين؟ استنى أنت، اخس اخسى عليك. معقولة؟ معقولة الفلوس تغير النفوس بالشكل ده؟ ما تلوميش عليا يا حاجة، لومي على الزمن اللي خلانا نخرج من جلدنا ونبقى ناس غيرنا، وكل ده
عشان نعرف نعيش. كلكوا زي بعض، انتوا ايه؟ عايزين تبقوا اغنيه من الهوى؟ مدين ودانكوا لشياطينكوا؟ مش راضين بعيشتكوا؟ ده ربنا قسم لكم. في حد في الدنيا يعمل لحد توكيل عام وكمان بنوك؟ جوزي بقى وكنت واثقه فيه. للاسف مبقاش في اي حد في الدنيا دلوقتي يستاهل الثقه دي ابدا يا مدام نوره. المهم هنعمل ايه؟ من بكره ان شاء الله انا هلغي التوكيل اللي انت كنت عامله له، وهمشي في اجراءات دعوه الطلاق. وافرض رفض يطلق؟ يبقى مفيش قدامي غير انك انت تخلعي نفسك. والطفل اللي في بطني؟ الطفل اللي في بطنك ده من حقك انك انت تحتفظي بيه لحد ما يبقى عنده 13 سنه، وبعد كده من حق ابوه ياخده ويعيش معاه. لا يا متر ارجوك، انا ما اقدرش ابعد عن ابني ابدا. دي بقى ليها حلول تانية، مش وقتها دلوقتي خالص يا مدام نوره. المهم دلوقتي احنا بنتمم الانفصال، وبعدين نبقى نتكلم في اي حاجه تانية. طب المليون جنيه هنخليه يرجعهم ازاي؟ يرجعهم؟ اللي راح ما بيرجعش يا مدام نوره، خلاص مش هنقدر ابدا نطلبه بيهم دلوقتي. يعني مفيش اي وسيله نضغط بيها عليه تخليه يرجع الفلوس؟ للاسف لا، موقف القانون سليم، ده وكيلك من حقه السحب والايداع في اي وقت. صباح الخير يا ست الكل. قول مساء الخير، دي العيشة قربت تدى. يا سماحة لسه ما رجعتش. هو أنت عايش معانا هنا في البيت؟ ليه اللي حصل؟ سماح قدامها ساعتين على ما تيجي. ده أنا في عز زنقة الشغل كنت بقفل بعد المغرب. اسأل البلطجي اللي أنت مقعده نادرجي عليها في الرايحة وفي الجاية. قصدك مين؟ رجب. هو حضرتك كمان سمعتي عنه؟ ده الواد رجب بقى مشهور بقى وأنا مش داري. آه، ما هو بدل ما تمدنا ايديك وتساعدنا سايبنا غرقانين. ليه ماما بتقولي كده؟ ده انا نيتي سليمه قوي. لو نيتك سليمه صحيح ما كنتش بعدت عننا واشتريت دماغك. وانا برضو لو اشتريت دماغي كنت هسيب مراتي تنزل الشغل. انا امك يا مختار، امك اللي مربياك وفهماك وعارفاك كويس قوي. انت قلت اضرب عصفورين بحجر، من ناحيه تسد خانه الشغل بسماح، والناحيه التانيه انها تبطل زن على ودانك، مش كده برضه ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه يا حاجه ده؟ ايه ده؟ انت فاهمان اكتر من نفسي. طب الحمد لله بقى انك فهمت ان انا فاهماك كويس قوي. عشان كده يا مختار مش هترتاح الا لما تشتغل في مدبغه ابوك. تاني يا ماما، احنا مش كنا خلصت بقى من السيره دي؟ يا ابني انا خايفه عليك. ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش، انا بعون الله هبقى من اكبر المستوردين. هتخسر يا مختار. فلا الله ولا فالك. ليه بس يا حاجه النبر ده؟ ده مش نبر ولا حاجه يا حبيبي، دي نتيجه طبيعيه للمال الحرام اللي انت بتتاجر فيه. طب ايه رايك بقى ان انا لسه كسبان نص مليون جنيه ومنتظر يجيلي 3 مليون اخر الشهر؟ اسمع كلام يا حبيبي، المدبغه مالها حلال والحمد لله، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الحلال حتى لو قليل. ماشي يا حاجه، حاضر حاضر، هسمع كلامك وافضي جزء من وقتي للمدبغه عشان ارضيكي، عشان ارضيكي، وهنشيل عن سماح شويه برضو. اه انت كده راجل شهم بصحيح. امال قبل كده كنت ايه؟ عيل ما بتسمعش الكلام. الله يسامحك يا حاجه. بقول لك ايه؟ مش تلفت لنفسك بقى وتخلف لنا حته عيل؟ عيل؟ ايوه، يعني مش معقول كده انت وسماح دخلتوا على السنه عايزين حته عيل يملى علينا البيت. يعني حضرتك خلاص ما بقيتيش شايله من سماح خالص؟ انا اشيل منها؟ ده انا لو اطول اشيلها جوه عينيا كنت شلتها. مش عايزه اقول لك يا مختار، البت دي طيبه وحنينه قد ايه واخلاقها عاليه. بصراحه بقى خساره فيك. عشان تعرفي اني طيب. يا سلام، بأماره ايه؟ بأماره ما ربنا قال الطيبون للطيبات، وانت لسه قايله انها طيبه. ابقى انا طيب. طيب يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا 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 اهلا. سلمي على عم مختار وتيتك عصام. ايه القمر ده؟ بسم الله ما شاء الله. سلمي على تيتا. سلمي يا حبيبتي. ازيك يا اشرف؟ ازيك يا مختار عامل ايه؟ اشرف ابني حكى لي عنك كتير قوي. ازيك يا حلو؟ كويسه يا تيتا قوصر. قولي الحمد لله عشان ربنا يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي اقعدي. بسم الله ما شاء الله. يا ابو اشرف مين الكتكوته؟ دي بنت واحدة معرفة كده، مامتها بتعمل عملية فقلت أجيبها هنا تقعد يومين. أه لا، ألف سلامة على مامتها وربنا يقدرك على فعل الخير. أنت بتتريق؟ هو أنا قلت حاجة؟ أنت ليه واخد موقف ضدي؟ ده أنا بدعي لك. يا رب يا رب يا مختار دعوة واحد زيك تبقى مستجابة. وليه لا؟ هو أنا أبو لهب؟ ده أنا مسلم وموحد بالله. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، إزيك يا نور؟ اتأخرت كده ليه؟ يا نور ليه يا حبيبتي تخرجي لوحدك وأنت حامل كده؟ طمنينا، الدكتور قال لك ايه؟
واد ولا بنت؟ انا ما كنتش عند الدكتور. امال كنت فين؟ كنت عند المحامي. ما انتوا بقى لو معانا وحاسين بينا كنتوا عرفتوا. عرفنا ايه؟ نورا هتتطلق. ايه؟ تطلقي ليه؟ ابن الحرام. صحيح، اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. معقول يا رؤوف يعمل كده من ورانا؟ بس لما اشوفه ايه ما وريته؟ لو سمحتوا مش عايزه حد يتدخل في الموضوع. يعني ايه ما حدش يتدخل في الموضوع؟ هو انت ما وراكيش رجاله؟ ده لازم يتربى. ما تنسوش اني حامل منه، ومهما حصل ده يبقى ابو ابني اللي جاي. نورا حبيبتي، هو انت عايزه ترجعي له؟ لا طبعا، بس ايه؟ عايزه ننفصل بهدوء ومن غير مشاكل عشان ابني اللي جاي ما يتاثرش. كده كده ابنك هيفضل في حضانتك مهما حصل. لحد امتى؟ لحد ما يبلغ السن القانوني 13 سنه، وبعد كده من حقه انه ياخده، مش كده؟ ايوه يا نورا، القانون بيقول كده. بس انا مش هتنزل عن ابني، فاهمين؟ مش هتنزل عن ابني ابدا. طب اهدي اهدي يا حبيبتي، انا من رايي نتفاهم مع رؤوف ونحل الموضوع ودي. بالراحه يا حبيبتي، ده كلام سابق لاوانه. احنا فين وسن ال 13 ده فين؟ لا مختار، ما ينفعش، لازم كل شيء يبقى واضح ومعروف من دلوقتي. لازم نقطع عرق ونسيح دمه. يبقى نسيح دم رؤوف اسهل. يا اخي بطل التهور والعصبيه بتاعتك دي. ده واد حرامي، ده سرق مننا مليون جنيه. يا سيدي ياخدهم يشبع بيهم، مش عايزينهم. انما نرد على الغلط بغلط، اه ده اللي مش ممكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، احنا هنتصرف في الموضوع ده، هنقعد مع رؤوف ونلاقي حل ان شاء الله.